بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحضن الإسلامية أن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، فالمرء حتى يموت في قاعة اختبار وامتحان، وغدا النتائج وجني الثمار. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الغاية من وجودنا على هذه الأرض تحقيق العبودية لله رب العالمين. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذا فإن الله تعالى جعل هذه الدار وما فيها ابتلاء وامتحانا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ابتلاء وامتحان بفرائض وواجبات، يطالب العبد بالصبر على فعلها وتحقيقها. ابتلاء وامتحان بمحرمات وشهوات ونواه، يطالب العبد بالصبر عليها وعدم مقاربتها ومقارفتها. ابتلاء وامتحان بشدائد ومكاره ومصائب، يطالب العبد بالصبر عليها. وهذا الامتحان يطول مع العبد حتى ينتقل عن هذه الدار. إن الله عز وجل يعلم من خلقه ضعفهم، فهو الذي خلقهم وهو الذي كونهم سبحانه وتعالى. ومن أعظم البشائر الربانية التي يبشر الله تعالى بها عباده في كتابه أن المتقين الذين لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض قد يذنبون، قد يخطئون، قد يقعون في الفاحشة، ولكن لهم منهجا يتميزون به، وهو أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم الذين لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ومع ذلك من صفاتهم أنهم قد يقارفون الذنب وقد يقعون في الفاحشة، لكنهم يتذكرون ربهم ويثوبون إلى رشدهم ويستغفرون الله من زلتهم، ولا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي الذي خرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذا ربنا يعلم أننا خطؤون، يعلم أننا مذنبون بالليل والنهار، ولكنه يطلب منا
أو يأمرنا بالاستغفار فيغفر لنا سبحانه وتعالى، وذلك فضل عظيم وثواب جسيم ورحمة عامة شاملة. ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن البشر كلهم ذو خطأ، ليس منهم ثمة معصوم سوى أنبياء الله ورسله على اختلاف في إمكان وقوع الصغائر منهم أو عدم ذلك، وليس هذا محل البحث فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء بلا استثناء، لكن خير الخطائين التوابون. رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي، وقال الحافظ ابن حجر سنده قوي. ومن أعظم نعم الله على عباده وأجل رحماته بهم أن جعل لخطاياهم وذنوبهم ما يمحو به سيئاتهم ويغفر به زلاتهم، فقد جعل الله عز وجل كل عمل من الأعمال الصالحة وكل حسنة من الحسنات جعلها ماحية لقدر من السيئات. كل طاعة تتقرب بها إلى ربك فريضة كانت أو نافلة مما يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، فكل حسنة تعملها فإنها تمحو ذنبا بقدرها. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يقول عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فالحسنة تمحو السيئة. إننا في كل وقت وحين، ولا سيما في مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه وقد تكاثرت الشرور وعظمت الذنوب، وصار المؤمن مهددا كل وقت وحين بمقارفة الذنب والوقوع في الخطأ والإغراء بالخطيئة، إننا أحوج ما نكون اليوم إلى التذكير بما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات ويحط به الخطايا والأوزار. وقد وردت نصوص كثيرة في الشرع فيها بيان أن ذلك العمل المعين يكفر الله تعالى به السيئات، أو يكفر الله به ما سلف من آثام. وعلم المؤمن بذلك واطلاعه على هذه المكفرات مما يورثه فوائد عديدة، منها معرفة سعة فضل الله وجوده ورحمته، فهو سبحانه أرحم الراحمين وأجود الأجودين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل أرحم بهم من أنفسهم سبحانه وتعالى، وهو القائل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: وهو أرحم الراحمين. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: سبقت رحمتي غضبي. وفي لفظ: غلبت رحمتي غضبي. وذلك يدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. فعلم العبد بالحسنات الماحية للسيئات يورثه العلم بسعة رحمة الله سبحانه وعظيم فضله وجوده. ثم إن في علم العبد بالحسنات الماحية بشارة له
وطمأنه، بشارة له برحمة الله وبمغفرته لسيئاته، وأنه سبحانه وتعالى يغفر الزلات ويمحو الخطيئات بالأعمال الصالحات وبالقربات والحسنات. وفي علمه بذلك أيضا تنشيط له للعمل الصالح، ففي العلم بأن الحسنات يذهبن السيئات تنشيط للعاملين وشحذ لهمم المطيعين في مواصلة العمل الصالح، وأن حسناتهم وأعمالهم الصالحة لا تذهب سدى، وأنها محفوظة عند الله يمحو بها سيئاتهم ويغفر بها زلاتهم. ثم إن في علم الإنسان بأن الحسنات يذهبن السيئات، وأن الأعمال الصالحة مكفرة للخطأ، وأن الأعمال الصالحة مكفرة للخطايا، في ذلك دفع للبطالين والمقصرين، دفع لهم إلى التشمير نحو الأعمال الصالحة والمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى فعل الصالحات. وفي العلم بأن الصالحات يكفرن السيئات دفع لليأس والقنوط الذي قد يلم ببعض الناس، الذي قد يلم بقلوب بعض الناس من جراء ما اقترفوه من آثام وسيئات، فإذا علموا أن الأعمال الصالحة وأن الطاعات يكفر الله بها سيئاتهم ويرفع بها درجاتهم زال ذلك اليأس والقنوط عن أنفسهم، ودب إليهم الأمل، فشمروا عن ساعد الجد وتخلوا عما فيه واندفعوا نحو العمل الصالح، كما يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي العلم بذلك اطلاع على يسر الإسلام وسماحة هذا الدين الذي وإن حرم علينا كثيرا من الأمور التي فيها ضرر علينا، إلا أنه جعل هناك أسبابا يمحو الله بها آثار هذا الذنوب ويزيل بها تلك السيئات، وفي ذلك انشراح صدر الإنسان لهذا الدين واطمئنانه لما جاء به هذا الإسلام. وفي بداية هذا البحث، هناك بين العلماء خلاف في مسألتين تتعلقان بهذا الموضوع. المسألة الأولى: هل هذه الأعمال الصالحة التي تمحو السيئات هل تمحو الصغائر والكبائر، أم أنها تمحو الصغائر فحسب؟ حكى ابن رجب عن جمهور أهل العلم أن الأعمال الصالحة إنما يمحو الله بها الصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر يشترط لها التوبة، وأما الصغائر فإنها تمحى بالأعمال الصالحة. بل حكى ابن عبد البر في التمهيد إجماع أهل العلم على هذا المعنى، وأن ما ورد فيه التكفير من الأعمال الصالحة إنما يقصد به تكفير الصغائر دون الكبائر. قال ابن رجب: الصحيح قول الجمهور، وأن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، يرى شيخ الإسلام أن هناك من الأعمال الصالحة ما يكون عملا عظيما فيكفر الله تعالى به السيئات العظيمة، فيقرر أن من الأعمال ما يكون مكفرا للكبائر باعتبار الموازنة، فقد يحتف بالعمل من الإخلاص والصدق مع الله عز وجل ما يجعل ذلك العمل العظيم مكفرا لذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. ومثل لذلك بقصة البغي من بغايا بني إسرائيل، وهي التي تمارس الزنا، حيث عطشت فوجدت بئرا فنزلت فشربت من البئر، ثم خرجت من البئر ف
فوجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فرحمت هذا الكلب فنزلت إلى البئر ونزعت موقها يعني خفها، ثم ملأته ماء فأمسكته بفيها، ثم خرجت وأمسكت الكلب وسقته، فشكر الله لها بذلك وغفر لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها ذنبها، لكن لما احتف بذلك العمل من الصدق والإخلاص والرحمة بهذا الحيوان المطرود من قبل الناس، وكونها قامت بهذا العمل وليس عندها من ترائيه بذلك العمل، مجموع ذلك كله صار عملا عظيما كفر الله به خطيئة عظيمة وهي البغاء والزنا. فقد يكون بعض الأعمال العظيمة الصالحة ترقى إلى مستوى تكفير بعض السيئات الكبيرة، وإلا في الأصل أن كل ما ورد فيه أن كل ما ورد من الأعمال أن فيه تكفير السيئات، أن المراد بذلك تكفير السيئات الصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصة حاطب ابن أبي بلتعة، ذلكم الصحابي الذي شهد بدرا، ولكنه في فترة ضعف كتب كتابا إلى قريش يعلمهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التجسس وهو كبيرة من الكبائر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صفى عنه وغفر له وقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمع كون زلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كانت زلة عظيمة، إلا أن شهوده بدرا كان عملا صالحا عملا عظيما كان سببا في تكفير سيئة عظيمة. وهذا يدل على أن من الأعمال الصالحة ما يرقى إلى تكفير السيئة الكبيرة. والمسألة الثانية التي اختلف فيها أهل العلم: هل يشترط لتكفير الصغائر بالأعمال الصالحة والحسنات الماحية اجتناب الكبائر؟ بمعنى هل تكفر الصلاة مثلا والصيام والسائر الحسنات الماحية، هل تكفر الذنوب الصغائر ولو كان الإنسان يمارس الكبائر، أو يشترط لتكفير الصغائر بالأعمال الصالحة اجتناب الذنوب الكبائر؟ في ذلك قولان لأهل العلم. فقد قال طائفة من العلماء أن الكبائر لا تكفر أن الصغائر لا تكفر بالأعمال الصالحة إلا إذا اجتنبت الكبائر، فجعلوا اجتناب الكبائر شرطا لتكفير الصغائر. وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط لتكفير الصغائر بالأعمال الصالحة اجتناب الذنوب الكبائر. قال ابن رجب رحمه الله: والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه ابن عطية وحكاه عن الحذاق أن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقا إذا لم يصر عليها، فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر. ورجح هذا القول النووي في شرحه لمسلم. ومعنى هذا القول أن الأعمال الصالحة كالصلاة والصوم ونحو ذلك تكفر الصغائر ولو لم يجتنب الكبائر، لكن بشرط عدم الإصرار على الصغيرة، فإن الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر، كما روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر ولو لم يجتنب الكبائر بشرط ألا يصر على الصغائر، لأنه إذا أصر عليها صارت من جملة الكبائر. ننتقل أيها الإخوة إلى ذكر طائفة
من الأعمال الصالحة التي جاء التنصيص على أنها مما يكفر الله به الخطايا. لكن قبل ذلك قد يحسن أن يبين المراد بالذنوب الكبائر والضابط في ذلك، حتى يعلم الإنسان الفرق بين صغائر الذنوب وكبائرها. وقد اختلف في بيان حد الكبيرة، غير أن أدق هذه التعريفات ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتابعه عليه الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو أتبع صاحبه بلعنة أو غضب أو رتب عليه حرمان من دخول الجنة أو نفي الإيمان عن صاحبه، فكل ذلك مرتكبه يعد مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. من أظهر الأعمال التي يكفر الله تعالى بها الذنوب والسيئات الصلوات المفروضة. هذه الصلوات الخمس التي هي من أعظم المنن وأجل النعم على هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لو أن الإنسان عند بابه نهر كل يوم خمس مرات يغتسل فيه، هل يبقى من وسخه شيء؟ الجواب لا. فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله تعالى بهن الخطايا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الصلوات الخمس مكفرات للخطايا والذنوب، وهذا يدعو المؤمن إلى المحافظة على هذه الصلوات وعدم استثقالها، بل يدعوه إلى الفرح والاغتباط بها، إذ أنها بمثابة النهر الذي يغسل به خطايا، يغسل به أوساخه، فهي تغسل ذنوبه وأوزاره. ونهر بهذه المثابة جدير حري بأن يفرح به ويغتبط. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينها. وكذلك الصلوات النوافل، فإنها مما يكفر الله تعالى به السيئات، سواء كانت نوافل مطلقة أو نوافل مقيدة. وقد سأل ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل به الجنة أو عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والحديث رواه مسلم في صحيح. ومن الصلوات المقيدة التي تكفر السيئات قيام الليل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر من كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. هذا كل ليلة ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويتعرض لعباده: هل من
سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وفي حديث معاذ عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا. قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. كل هذه الخصال مرتبة على قيام الليل. ومن قيام الليل قيام شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك أيها الإخوة مما يكفر الله به السيئات سنة الوضوء. فإذا توضأ الإنسان وصلى ركعتين وأقبل فيهما بقلبه على ربه فإن تلك الركعتين كفارة لما سلف من الذنوب. فعن عثمان رضي الله عنه في قصة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقوله لا يحدث فيهما نفسه، المراد بذلك أنه لا يستجلب الخطرات والهواجس الدنيوية، وإنما يحضر قلبه ويجمع قلبه على ما هو فيه من صلاة وذكر وقراءة. وهذا لا يلزم منه أن يؤاخذ بما يرد عليه ويهجم على قلبه مع دفعه له. فمن أقبل بقلبه في تلك الصلاة ودافع ما يرد من هواجس فإنه يرجى له حصول هذا الأجر. قال النووي رحمه الله: المراد لا يحدث نفسه في شيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من فعله. وقد قال معنى ذلك المازري وتابعه القاضي عياض، فقال: يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخواطر ثم يدافعه فلا يؤاخذ به. وفي هذا بشارة عظيمة، أن من توضأ الوضوء الشرعي وصلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه على ربه أنه يغفر له بذلك ما سلف من ذنوبه وآثامه. وهذا الحديث في أصح الكتب بعد كتاب الله، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن ما يكفر الله به السيئات صلاة ركعتين عقب الذنب. فقد روى الصديق أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له. إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم تطهر فصلى ركعتين واستغفر ربه فإن الله عز وجل يغفر له. والحديث رواه أهل السنن، وقال الترمذي وابن كثير: حديث حسن. أيضا مما يكفر الله السيئات الوضوء الشرعي. فإذا أتى الإنسان بالوضوء على الوجه المشروع كان ذلك كفارة لذنبه. ففي حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أخرجه مسلم.
وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم في صحيحه. ومن جملة الوضوء أيضا المشروع الوضوء عند النوم، فيشرع الإنسان إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، وذلك من أسباب مغفرة الذنب. ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات على طهارة بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني. فاحرص بارك الله فيك على أن تتوضأ قبل منامك. ومما من الأعمال الصالحة التي يغفر الله بها الذنوب الأذان. الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وكذلك مما يغفر الله به الذنوب إجابة المؤذن، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا مما يكفر الله به السيئات، أنك إذا سمعت المؤذن يتشهد، والأظهر أنه بعد فراغ من الشهادتين، تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا ثبت في صحيح مسلم أن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا ترى هل أنت تفعل ذلك؟ هل أنت تغتنم هذه الفرصة التي تتكرر معك في اليوم والليلة 5 مرات؟ بل هل أنت تغتنم فرصة الإتيان بالسنن التي تشرع في حق من سمع المؤذن، وهي 5 سنن عند كل أذان؟ وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام، وهي: أولا أن تقول كما يقول المؤذن، إلا في قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وثانيا أن تقول بعد أن تقول عند تشهد المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبإسلام دينا. وثالثا أن تقول بعدما يفرغ المؤذن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بـ10. والرابعة أن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك وجبت له شفاعتي يوم القيامة. والخامسة أن تدعو لنفسك ولمن تشاء من المسلمين. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، أي يفوقوننا في الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون ثم سل تعطى. فهذه 5 سنن في حق من سمع المؤذن، مجموعها في اليوم والليلة 25 سنة. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون. مجموعها في الأسبوع 175 سنة. يا ترى وسل نفسك، ما هو نصيبك من هذه السنن؟
175 في الأسبوع، هل تحصل منها على 5 أو 10 أو 20؟ أو ربما لا تحصل منها على شيء، وذلك هو الحرمان العظيم. فسابق وشمر عن ساعد الجد، أذن المؤذن اعلم أنه أتيحت لك فرصة أن تأتي بخمس سنن، فلا تضيع هذه الفرصة التي من جملة ما يتعلق بها مغفرة الذنوب. أيضا مما يكفر الله تعالى به الذنوب الإتيان إلى المساجد ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، رواه البخاري ومسلم. فكل خطوة تخطوها إلى المسجد يحط الله عنك بها خطيئة ويرفعك بها درجة، هذا فضل عظيم وثواب جسيم. ومن جملة أيضا ما يكفر الله به السيئات انتظار الصلاة، هذا الأمر الذي قد غفل عنه الأكثرون من الناس حتى من أهل الخير والصلاة، فكثير من الناس لا ينتظر الصلاة وإنما يأتي إليها بعد أن تقام وبعدما يفوت ربما شطر منها. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فالإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإن الملائكة تشتغل بالدعاء له، سؤال المغفرة له، سؤال التوبة له. ومن المعلوم أن الملائكة من جند الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مستجاب الدعاء. فيكفيك فضلا وشرفا يا من ينتظر الصلاة أن تشتغل ملائكة الرحمن بالدعاء لك والاستغفار لك ما دمت تنتظر الصلاة، ما لم تحدث أو تؤذي في مصلاك. وهذا لا شك من أعظم الحوافز وأقوى الدوافع لنا إلى أن نبادر إلى الصلاة وأن نسارع إلى المسجد حال سماع المؤذن، ونكون كما كان السلف الصالح يبادرون إلى المسجد حال سماع الأذان. فكان منهم من يضع المسحاه وقد رفعها بعدما يسمع المؤذن، ويترك السلعة التي بيده بعدما يسمع المؤذن ويهرب إلى المسجد، بل ربما يضع اللقمة التي فيه ويسارع التي بيده ويسارع إلى المسجد. كذلك من مكفرات الذنوب الصيام فرضه ونفله. أما الفرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وأما النفل فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، رواه مسلم في صحيحه. ونحن أيها الإخوة الآن في شهر شعبان، وشهر شعبان صيامه مشروع، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شهر شعبان، كان يصومه كله أو كله إلا قليلا منه. فعلينا أيها الإخوة أن نكثر من الصيام في هذا الشهر الذي نحن فيه وهو شهر شعبان، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسعيا إلى تكفير الخطايا والآثام. ومما يكفر الله به السيئات أيضا الحج والعمرة فرضهما ونفلهما. وفي الحديث الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحج يهدم ما كان قبله، إن الحج يهدم ما كان قبله. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وعند إسحاق بن راهوية في مسنده رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وفي حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ومما يكفر الله به السيئات أيضا الحج والعمرة فرضهما ونفلهما. وفي الحديث الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحج يهدم ما كان قبله، إن الحج يهدم ما كان قبله. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وعند إسحاق بن راهوية في مسنده رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وفي حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. كما أن الطواف بالبيت أيضا مما يكفر الله تعالى به السيئات. ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة، وكفر عنه سيئة، ورفعت له درجة، وكان عدل عتق رقبة. رواه الترمذي والحاكم وصححه، وقره الذهبي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان بنحوه. كما أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني مما يحط الله تعالى به السيئات. ففي حديث ابن عمر السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه ابن حبان. فمسح الركن اليماني والحجر الأسود مما يكفر الله تعالى به الخطايا والسيئات. الصدقة مما يكفر الله بها السيئات. ففي حديث معاذ الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فيا من أسرف على نفسه أكثر من الصدقة، اكفل الأيتام، أطعم المساكين، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فكما أن النار العظيمة يطفئ هذا الماء، فإن الذنوب الكثيرة يطفئها ويقضي عليها ويمحوها وتمحوها الصدقة. أيضا الجهاد في سبيل الله مما يكفر الله به السيئات. ويكفي في ذلك دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. بذل السلام وحسن الكلام مع الخلق أيضا مما يكفر السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. فإن إلقاء السلام على الناس مما يكفر الله به السيئات، إلانة القول للناس مما يكفر السيئات. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وبداءة الناس بالسلام فيها ثواب عظيم، حتى إن رجلا
دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشر. فدخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون. ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج إلى السوق ولا يقلب سلعة ولا يبيع ولا يشتري، وكان يبدأ بالسلام كل من لقيه. فقيل له في ذلك فقال إنما نغدو من أجل السلام، يذهب إلى السوق ويرجع لأجل أن يسلم على من يجده، على من يجده ليتكثر من الحسنات والخيرات. كما أن حسن الكلام أيضا مما يكفر الله به السيئات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وكذلك المصافحة هي من مكفرات الذنوب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث البراء ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. السماحة واللين والعفو والصفح وإنظار المعسر والإحسان إلى الناس، كل ذلك من موجبات مغفرة الذنوب والآثام. لا يجوز لك أن تطالب المعسر، بل أمهله وأنظره، بل وضع عنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه، متفق عليه. كما أن من موجبات المغفرة إزالة الأذى من طريق الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، متفق عليه. وفي رواية لمسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. كم تجد الآن في طريقك وأنت تسير على أقدامك من حجر أو أمر يؤذي الناس ولا تزيله؟ وكم نجد ونحن في طريقنا في السيارة في وسط الطريق كرتونا أو خشبة أو حجارة، وما يسمح الإنسان لنفسه بأن يقف حتى يزيل هذا الحجر عن طريق الناس، مع أنه قد يدخل به بإزالته الجنة وقد يغفر الله عز وجل له بذلك. ولا شك أن من خصال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. رحمة الناس والرفق بهم هذا أيضا من أسباب المغفرة وأسباب الرحمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إنما يرحم الله من عباده الرحمة. ارحم يا أخي إخوانك المسلمين، ارحم الصغار، ارحم كبار السن، ارحم الضعفاء، فإن ذلك من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى بك. أيضا من أسباب المغفرة إقالة البيع، إقالة البيع. فإذا بايعت إنسانا وتمت الصفقة ثم طلب منك أن تقيله وأن تلغي البيع فأقله من ذلك، فإن ذلك سبب في أن يقيل الله عز وجل عثرتك يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني وغيره. فإذا بايعت إنسانا ثم ندم على هذه المبايعة، إما لكونه استغنى عن السلعة أو لكونه شعر بأنك غبنته فيها أو لكونه لم يجد قيمتها وثمنها، فبادر إلى إقالته وإعفائه، فإن ذلك سبب في أن يقيل الله عز وجل عثرتك يوم القيامة ويغفر زلتك، بل ويبارك لك في سلعتك ويعوضك خيرا من ذلك. أيضا من أسباب المغفرة البر بالوالدين ولا سيما الأم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة، إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم، هل لك من أم، يعني أمك موجودة؟
فقال لا. فقال له: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال: فبرها، يعني أن برك بأمك لو كانت موجودة وبرك بخالتك بعد أن فقدت أمك سبب في مغفرة هذا الذنب العظيم الذي ارتكبته. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا مشفقا من الذنب العظيم الذي وقع فيه، فهو يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم حلا، هل له توبة؟ فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل عظيم يكفر الله تعالى به هذا الذنب العظيم، وهو أن يبر بأمه. فلما لم تكن أمه موجودة أرشده إلى أن يبر بخالته، إذ أن الخال بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا من يفرط في بر والديه، ويا من يتساهل بالإحسان إليهما، وما ويا من يقصر في القيام بحقهما، تذكر أن برك بوالديك من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. يكفي أن تعلم أن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهم. فاحرص أيها الأخ المبارك وأيها الشاب النابه على بر الوالدين والإحسان إليهما وإدخال السرور عليهما، فإن ذلك من أجل الأعمال وأعظم الصالحات. ويكفي أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله، جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. وقد قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. بل إن العبد مطالب ببر والديه ولو كان من أفسق الناس وأفجر الفجار، بل لو كان كافرين، بل ولو طالباه وأكرهاه على الشرك، فإنه مطالب بأن يبرهما مع عدم طاعتهما في معصية الله. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فانحراف الأب وفسقه أو الأم لا يسوغ للولد أن يعصي والده في غير معصية الله، لا يسوغ له أن يعقه أو أن يضايقه، إذ أن بره واجب عليه بكل حال. فلنحرص على هذا الأمر ونتعبد لله عز وجل ببر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بشأنهما. أيضا من الحسنات الماحية الرفق بالحيوان والإحسان إليه، وقد مر بنا قصة البغي من بغايا بني إسرائيل والتي كانت تمارس الزنا، ومع ذلك غفر الله لها بسقيها لذلك الكلب الذي يأكل الثرى من العطش. وإذا كان الإحسان إلى الحيوان بهذه المثابة وسبب في مغفرة الذنوب والآثام، فما بالك بالإحسان إلى بني آدم، وما بالك بالإحسان إلى المؤمنين؟ إلا ذلك من باب أولى. أيضا وهو من أعظم، بل هو أعظم الذنوب، أعظم الحسنات الماحية، التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب. والتوبة من الذنب تمحو الذنب مهما كان الذنب عظيما، حتى الشرك بالله عز وجل يمحوه الله سبحانه وتعالى بالتوبة. بل إن الله تعالى وعد بمغفرة ذنوب التائبين مهما كانت ذنوبهم، وتبديل سيئاتهم حسنات إذا آمنوا وعملوا صالحا. فإن الله تعالى ذكر شر الذنوب وأعظم الذنوب وأخطر الذنوب، وهي الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير الحق والزنا، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا يتوقف الأمر على مغفرة الذنب فقط،
بل يبدل الله السيئات حسنات. فهذا فضل عظيم، وفي ذلك أعظم الترغيب للمذنب والمسرف على نفسه أن يسارع إلى التوبة ويبادر إلى الأوبة، عل الله عز وجل يغفر زلته ويبدل سيئاته حسنات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال أيضا: إنكم لو أذنبتم حتى تبلغ ذنوبكم السماء ثم تبتم تاب الله عليكم. فبادر أيها الأخ المبارك إلى التوبة، وسارع إلى الرجعة، وتخلص مما أنت فيه من جميع الذنوب والآثام صغيرها وكبيرها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأكثر بارك الله فيك من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب في محو الذنوب والأوزار. قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وهذا الحديث صححه الحاكم، وقال الألباني سنده قوي. فأكثر بارك الله فيك من الاستغفار، وتأسى بذلك الرجل الحمال الذي استأجره الإمام بكر المزني التابعي الجليل، استأجره في أن يحمل متاعا له إلى منزله. فكان ذلك الحمال يكثر من أن يقول: الحمد لله وأستغفر الله، الحمد لله وأستغفر الله. فلفت هذا نظر بكر بن عبد الله فقال له: يا هذا، أما تحسن أن تقرأ شيئا من القرآن؟ فقال الحمال: بلى، إني أحسن قراءة القرآن من فاتحته إلى خاتمته، غير أني أجد نفسي بين أمرين، بين نعمة من الله نازلة فأنا أحمد الله عليها، وبين ذنب يصعد مني إلى ربي فأنا أستغفر الله من ذلك الذنب، وأنا في كل وقت لا أنفك من هاتين الحالين. فقال بكر بن عبد الله المزني: حمال أفقه منك يا بكر، حمال أفقه منك يا بكر، فكن فقيها بارك الله فيك، أنت في كل لحظة بين نعمة تنزل عليك من ربك تستوجب حمدا، وبين ذنب يصعد منك إلى ربك يستوجب استغفارا. كذلك من أسباب المغفرة طلب العلم الشرعي ونشره بين الناس. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. رواه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ولأحمد وأصحاب السنن من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وصحح هذا الحديث ابن حبان وحسنه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وفي حديث أبي أمامة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وعن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. وهذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، لكن قال ابن القيم بعد أن أشار إلى تضعيفه قال: ولكن تقدم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وقد رويت آثار عديدة عن الصحابة في هذا المعنى. ثم ذكر ابن القيم آثارا عن ابن عباس وعن علي وعن عائشة في أن طلب العلم يكفر السيئات، ثم قال: وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجة، فطلب العلم من أفضل الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات. فقد دلت النصوص على أن إتباع السيئة الحسنة تمحوها، فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات، يعني طلب العلم الشرعي. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وهذا فيه أعظم الترغيب في طلب العلم وتحصيله. فيا معشر الشباب، سارعوا إلى طلب العلم الشرعي وبادروا إليه، فإنه من أجل الطاعات وأعظم القربات، وهو طريق مفض إلى الجنة. أيضا من مكفرات الذنوب والحسنات الماحية ذكر الله سبحانه وتعالى مطلقا ومقيدا، ذكر الله في كل وقت وفي كل حين، ذكر الله عند الطعام والشراب، ذكر الله بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح وفي المساء، في كل حال وفي كل وقت وفي كل حين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس وصححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، يقول: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى الإكثار من ذكر الله لننفض عنا الخطايا والسيئات. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فكذلك، يعني كتبت له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة، ومن قال لا إله إلا الله فكذلك، يعني كتبت له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة ومحيت عنه 30 سيئة. إذن قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم يكتب لك بها من حسنات، وكم يكفر بها عنك من سيئات؟ إذا قلتها مرة واحدة كتب لك بذلك 90 حسنة ومحي عنك بذلك 90 سيئة، وإذا قلتها 10 كتب لك بذلك 900 حسنة ومحي عنك بذلك 900 سيئة. إنه فضل جسيم، لكن الغفلة الجاثمة على النفوس والزهد في الخير هو الذي أدى بنا إلى هذه الحال وتلك الغفلة والإعراض. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وش تريد أعظم من هذه الخصال؟ كم تكلفك يا أخي بالله عليك هذه الكلمات؟ أن تهلل ربك 100 مرة يكتب لك 100 حسنة، يمحى عنك 100 سيئة، كأنما اعتقت 10 رقاب. الرقبة اليوم بكم قيمتها؟ في بعض البلدان توجد الرقاب، الرقبة 12,000 ريال، فكأنك دفعت 120,000 ريال اشتريت بها 10 رقاب فأعتقتها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وثواب جسيم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أيضا، يقول: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال في يوم 100 مرة سبحان الله بحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
حمد الله تعالى بعد الطعام والشراب وبعد اللباس. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي كسان، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وغفر له ما تقدم من ذنبي. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا ثواب عظيم يا إخواني، فضل جسيم أن تحمد ربك بعدما تأكل الطعام أو تشرب الشراب، تحمده بعدما تلبس الثوب. وقد ثبت في صحيح مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فحمد الله يوجب رضا الله ويوجب تكفير ما سلف من السيئات والآثام. أيضا كفارة المجلس، حينما تريد أن تقوم من مجلس فتأتي بهذه الكفارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وصححه ابن حبان وغيره. فهذا الحديث يبين أن من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، أن كفارة ذلك أن يقول عند ما يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد روى النسائي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس مجلسا ولا قرأ قرآنا إلا قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: فإن كان في مجلس ذكر كان كالطابع عليه، كالخاتم عليه، وإن كان في مجلس لغط كان كفارة له. فعود نفسك أيها الأخ المبارك وأيها الأخت المباركة، عود نفسك أنه كل مجلس تجلسه تقول قبل أن تقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سواء كان ذلك المجلس مجلس ذكر، مجلس طلب علم، صلاة، أو كان مجلسا فيه لغط، فإنه إن كان مجلس ذكر كان كالطابع عليه، وإن كان مجلس لغط كان كفارة له. كذلك من ما يكفر الله به السيئات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يكتب الله لك بذلك، يكتب الله لك بذلك 10 درجات، ويحط عنك بذلك 10 سيئات. فهذا فضل عظيم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، فإن مما يلتحق بهذه المكفرات وهي الأعمال الصالحة، وهي التي يفعلها الإنسان بطوعه واختياره، مما يلتحق بها المصائب والمكاره والأمراض والشدائد التي تحل بالعبد وتنزل به، فإنها من جملة ما يكفر الله تعالى به السيئات والآثام. ففي حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمسسته بيدي فقلت له: يا رسول الله إني أراك توعك، يعني تشتد عليك الحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك بأن لك الأجر مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال: ما يصيب المسلم من شوكة، ما يصيب المسلم من مرض فما سواه، إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقة. وفي لفظ: ما يصيب المسلم من شوكة فما فوقها، إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب، يعني النصب هو التعب والإرهاق، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن المصائب، الأمراض، الأحزان كلها كفارات، فكل ما يحزنك، كل ما يهمك ويقلقك، كل ذلك كفارات. إذن المصائب والمكاره والشدائد نعم ورحمات من رب البريات. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، فلا تجزع ولا تقلق ولا تحزن على ما أصابك من فقر أو مرض أو حصول مصيبة أو غير ذلك، بل لا تنظر إلى مرارة المصيبة، ولكن انظر إلى ما في حشوها من الرحمة والعافية والأجر العظيم والتكفير للذنوب والسيئات، فإن ذلك مما يخفف عليك الذنوب والأوزار، مما يخفف عليك المصائب والمكاره. ولما كانت الشدائد والمكاره نعما ومنحا اشتدت على المؤمنين أكثر من غيرهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه ويصيب بما يكره، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال علي رضي الله عنه: إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير، إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأجور. فتقبل بارك الله فيك ما أصابك به، ما أصابك من مكاره وشدائد بصدر الرحب، واعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وأن تدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك، وأن ربك أرحم بك من نفسك. فلا تجزع ولا تحزن ولا تتبرم ولا تتسخط، قضاء الله وقدره كائنا ما كان ذلك المقدور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأنصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة لطول الوقت، لكني أحيل هذه الأسئلة إلى الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي في محاضرته القادمة إن شاء الله تعالى، والتي هي بعنوان: ففيهما فجاهد. وإني من هذا المكان أدعو إخواني جميعا إلى الحرص على حضور مجالس الذكر، ومجاهدة النفس على متابعتها وعلى شهودها، فإن ذلك من أعظم الأعمال الصالحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وقال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى إنا إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد أبدلت سيئاتكم حسنات. فما بالنا معاشر الإخوة
ومعاشر الشباب، ما بالنا نرى زهدا في حضور مجالس الذكر، وما بالنا نرى إعراضا في الوقت الذي نجد التجمعات الكثيرة والجماهير الغفيرة حول أمور تافهة حقيرة. إن علينا أيها الإخوة أن نشجع مثل هذه المجالس، وأن نجاهد أنفسنا على حضورنا على حضورها، وأن يشجع الأستاذ طلابه، والموظف زملائه، وصاحب الحلقة طلابه على شهود مجالس الذكر وحضورها وتكثير سواد أهل الخير والصلاح. وإنها لمسؤولية أضعها في أعناقكم أن تقوموا بها وأن تسعوا في نشرها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن ننصت وإياكم إلى جزء من إصدارات مؤسسة أحد. والإنسان إذا توقن موته وجه للقبلة على جنبه الأيمن، فإذا خرجت روحه سن تغميطه وشد لحييه، ثم يغسل ويكفن، الرجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب، وتحمل الجنازة ليصلى عليها، وتكون آخر مرة يدخل فيها الميت المسجد. أخي الحبيب، أما وقد أدخلت المقبرة محمولا، وقربت من الأرض لتنزل في حفرة ضيقة مظلمة موحشة، أنزلك أقرب أقربائك وأحب أحبابك، وعندها استقريت في لحدك. بسم الله وعلى سنة رسول الله، ووضعت على جنبك الأيمن، وكشف غطاء وجهك، ووضع اللبن على لحدك، وبدأ حثو التراب عليك. ثم إذا فرغوا وقف أحدهم وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى تبل الدموع لحيته، فيقال له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وإذا وقفت على القبر بكي. فيقول رضي الله عنه: سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. وروي عن الحسن البصري أنه قال: كنت خلف جنازة فاتبعتها حتى وصلوا بها إلى حفرتها، فنادت امرأة فقالت: يا أهل القبور، لو عرفتم من نقل إليكم لأعززتموه. قال الحسن: فسمعت صوتا من الحفرة وهو يقول: قد والله نقل إلينا بأوزار كالجبال، وقد أذن أن آكله حتى يعود رميما. قال: فاضطربت الجنازة
من فوق النعش وخر الحسن مغشيا عليه. وضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرة إلا أحصاها. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.